السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل صعود كبير للمنتخبات العربية في التصنيف الشهري للمنتخبات وبالأخص منتخب الجزائر. تعالوا مع بعض نشوف ماذا يحمل هذا العنوان، وأتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا بالجميع. تعالوا نشوف هذا الترتيب. أتمنى من الجميع أيضا مرة أخرى وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا في الجميع. طبعا هناك تقدم ملحوظ في النصف الشهري للفيفا لشهر سبتمبر بعد انتصارات تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصنيفات كأس العالم لقارة آسيا، وجاء المنتخب المغربي الأول إفريقيا وعربيا في المركز 14 عالميا، فيما جاء المنتخب السنغالي في المركز 21 على مستوى العالم والثاني إفريقيا، ومصر الثالث إفريقيا في المركز 31 على مستوى العالم، في مجال منتخب الإيفواري أو كوت ديفوار في المركز 4 إفريقيا، وجاءت تونس في المركز 65 على مستوى العالم، فيما جاءت نيجيريا في المركز 69 إفريقيا، وجاءت الجزائر في المركز 41 على مستوى العالم والسابع إفريقيا، بعدما كانت تحتل المركز 6. على فكرة هذا التصنيف يتم عن فترة كبيرة وليس فترة قصيرة، يعني منتخب الجزائر في التربص القادم اللي حقق انتصارين، قدم أيضا 5 مراكز وهكذا في كل التربص، وأعتقد أن مركز منتخب الجزائر ما بين العاشر والعشرين تقريبا على مستوى العالم مثل المغرب تماما. على فكرة منتخب الجزائر حصلت له فترة تذبذب في المستوى فقط، وسيعود الأفضل عربيا وأفريقيا مع مصر والمغرب، كما دائما وأبدا نتمنى التوفيق لجميع الفرق العربية. ما رأيكم إخواني؟ أنتظركم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.